أهلا بك في اليوم التاسع، ريح التيسير. كثيرون هم السائرون في دروب الحياة، المثقلون من كل صوب بمختلف أنواع الواجبات والأثقال والأعمال غير المكتملة والظروف القاسية والخطط والأهداف الكثيرة. انتبهوا إلى ما يقلقكم، وإذا تفكرتم فإنكم ستتخلون عن كثير من هذه الأثقال. وما الفائدة من أنكم تحملونها على الدوام ولا تستطيعون أبدا تحقيقها؟ مثال: أنا حتما يجب أن أصبح أفضل من الجميع، سأبرهن للجميع ولنفسي أهميتي، أنا لا أملك الحق في أن أخطئ، وهكذا، مثل إيقاف التدخين أو تعلم لغة أجنبية أو البدء منذ مطلع الأسبوع حياة جديدة. كل ما هو لا نهائي يؤجل إلى ما بعد، عبء لا جدوى منه، فإما تحقيقه أو التخلي عنه لأنه يستهلك طاقة إنفاقها عبثيا بل حماقة. أمن الممكن أن يكون لديكم حمل كبير ما وقد فكرتم في سركم التخلص منه منذ زمن، لكنكم حتى اليوم لم تحسموا أمركم؟ تصوروا حجم الارتياح الذي سينتابكم لو تخلصتم منه. في الحقيقة إن الترانسيرفينج غير جائز من حيث المبدأ من دون مستوى رفيع من علوم الطاقة، وكما هي العادة إن جزءا كبيرا من الطاقة يوجه نحو خطط غير مفعلة هي التي تثقلكم الآن. الهدف ينشط طاقة النية لدي، وبالتالي ستتحقق ولن تبقى معلقة. اطلقوا أنفسكم، أعطوها حرية أكبر، شكلوا تعداد الحدود التي تثقلكم وألقوا بها عن كاهلكم، حينها ومباشرة ستتحرر مصادر طاقة النية، الأمر الذي سيتيح الحركة أكثر.